لأنه البدع مثل الذئاب تخطف الخراف من الحظيرة وبتبعدهم عن طريق الرب، ولأنه البدع مثل الأوبئة تضرب إيمان المجتمع المسيحي وبتشرزمه، جوابنا بالصوت العالي هو بالإبداع، لأنه الإبداع هو الطريق للخلاص بكل أبعاده. كيف وليش؟ تابعونا عبر أثير صوت المحبة ببرنامج من البدع إلى الإبداع، إعداد وتقديم ماري كلود أبي نادر. من البدع للإبداع، الأربعاء 10:30 صباحاً وإعادة 10 ليلاً عبر أثير صوت المحبة. الله معكم أصدقائي المستمعين بحلقة جديدة من برنامج من البدع إلى الإبداع، يلي عم يطرح موضوع البدع الغريبة عنا وعن سقفتنا وعن حياتنا وروحانيتنا المسيحية. اليوم رح نكمل بموضوع الطب البديل يلي بلشنا فيه الأسبوع الماضي مع الأستاذة جيزال فرح تربي، فخليكم معنا لنستقبلها سوا بعد قراءتنا لمقطع من هالإنجيل المقدس. أقرأ من إنجيل مرقس الفصل الثاني من آية 1 إلى آية 12. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم دخل كفرنحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. المجد كل المجد لملك المجد الرب يسوع المسيح، هللويا. يسوع التواضع، يسوع الحب، صوتك أنا سامع تأمشي الدرب. فيك بيقوى إيماني، فيك بيحلى زماني، يسوع ما بتنساني، علمني مثلك حب. كرمالي هو جاي، جاي يعلمني الحب، معه بتبتلى حكاية ومعه رح امشي الدرب. كرمالي هو جاي، جاي يعلمني الحب، معه بتبتلى حكاية ومعه رح امشي الدرب. يسوع بميلادك زهرت الدروب، وعهالأرض سلامك شو فرح قلوب. معك كبرت أحلامي صارت أحلى أيامي، معك بنسى كلامي لو كان مشواري صعب. كرمالي هو جاي، جاي يعلمني الحب، معه بتبدل حكاية ومعه رح امشي الدرب. كرمالي هو جاي، جاي
جاي يعلمني الحب، معه بتبدا الحكاية ومعه رح امشي الدرب. أحبائي المستمعين، بعد هالوقفة الموسيقية بدنا نرجع شوي لقراءة الإنجيل يلي سمعناه هلأ من شوي، يلي بتقول إنه يسوع هو طبيب النفوس والأجساد مثل ما سمعنا. يسوع يلي شفى المخلع نفسا وجسدا، وشفاله روحه لما غفر له خطاياه، وشفاله جسده لما أقامه من شلله ومن سريره. هيدا الإله الكلي القدرة اللي عنده سلطان مطلق على شفاء النفوس والأجساد، ولأنه هو الطبيب الوحيد وما في شفاء إلا منه. مشان هيك بيسرني اليوم إنه أحكي عن الطب البديل لنعرف هالفرق بين الشفاء الأرضي والشفاء الإلهي السماوي اللي بيجينا من عند الرب. وأيضا بسرني يعني نحكي عن هذا الموضوع لأنه ضيفتي غير شكل، وضيفتي الأستاذة جيزال فرح ترباي من لبنان اللي رح تنضم لنا بعد ثواني قليلة، اللي بالجمعة الماضية حكينا عن الطب البديل كحلقة أولى، واليوم رح نحكي أكثر مفصلا عن الأكابنشا وعن الهربال ميديسن وعن كل إشياء الطب البديل، يعني يلي خاصة يلي كل عالم تعرفها وبتروح وراها، الأوميوباتي والتاتش ثيرابي وكل هالإشياء هيدي والريكي، رح نحكي عنها مفصلا لحتى ما يصير في سوء فهم يعني لحدا، ولحتى عن جد نعرف خطورتها ومدى هالخطورة وخطورتها على أنفاس على نفوسنا وعلى أجسادنا. لذلك اليوم أكيد صارت معنا مدام جيزال على الخط، بدي رحب فيها أنا وياكم. أهلا وسهلا فيك مدام جيزال ترباي من لبنان، يسعد صباحك. صباح النور ماري كلود. أهلا وسهلا فيك بصوت المستمعين صوت المحبة بأستراليا وبكل العالم. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله كمان أصدقائنا بلبنان يكونوا عم يسمعونا، منرحب فيهم ومنعطيهم سلامنا ومحبتنا، ومنقول لهم إن شاء الله يا رب دايما رب يسوع يكون معكم بهالظروف الصعبة طبعا، ويحميكم يحمي جميع أهلكم وعيالكم، وإن شاء الله يا رب نحن عنا أهم طبيب بلبنان من بعد يسوع والعذراء مريم، عنا مرشربيل الطبيب اللي كل العالم تلتجئ له. أمين. اليوم نحن عم نحن لولا القديسين والصلاة والإيمان نحن مش بعدنا لهلأ صامدين بكل برغم كل الظروف يلي نحن بنمرق فيها بلبنان. ونشكر الله على كل شيء، وإن شاء الله يا رب ننتهي قريبا من كل هيدي الأزمات، وكرمال يتمجد اسم الرب ويكون هيدا الشيء هالديئات هيدي تعلم الناس يرجعوا لربنا ويتوبوا، يعني إذا يصير في ارتداد للنفوس هيدا المهم إن شاء الله يا رب. أمين. أستاذة جيزال، حضرتك مثل ما حكينا عرفنا عن حضرتك الأسبوع الماضي، ماجستير بالعلوم الاقتصادية، دبلوم باللاهوت، اسم الله، يعني عندك كتير كتب اسم الله عن التنجيم والعرافة واليوغا والإزوتريك والطب البديل عم نحكي عنه اليوم. يعني قديش في بدع يعني وأسامي بدع العالم بتعرفها وبتجهلها بنفس الوقت. نعم، للأسف في جهل كتير كبير حول هيدا الإشي، عشان هيك أنا بشكرك لأنه أنت عم بتحكي عن هيدا المواضيع لحتى نضوي عليها ويصير في معرفة. بقول بسفر يشوع بقول لقد هلك شعبي من قلة المعرفة، فكتير مهم نحن كمسيحيين من جهة نطلع على إيماننا المسيحي، نعرف إيماننا المسيحي لحتى يصير عندنا روح التمييز، ومن جهة تانية يكون عندنا مثل ثقافة ومعرفة حول البدع لحتى نعرفها ونميزها وما نوقع بأحابيلها وبالأشياء الغلط اللي عم بتروج لها. نعم. بالحلقة الماضية دكتورة جيزال حكينا عن الطب البديل، يعني وصلنا لمحل طب الأعشاب. يلا حضرتك حبيت اليوم انك تحكي بالتفصيل عن طب الاعشاب، الوخز بالقبر، والطب المثلي يعني بدنا نقوله بالانجلش الاكابنشا، الاوميوباتي، تاتش ثيرابي، والريكي، وكل علاجات الطاقه المكانيه والهرميه والى اخره.
بقى شو بتحب تبلشي اليوم بتطب الأعشاب أول شي؟ ايه اكيد هلا بنبلش فيه. المره الماضيه حكينا شوي بشكل عام، يعني نعم اليوم هيك رح نحكي اكثر باشياء يمكن عم تمرق معنا، عم بتصير معنا هيك اشياء معاشه يعني براتيك. نعم نعم هلا اشرنا بالمره الماضيه عن الانحرافات يلي ممكن نتعرض لها ببعض وسائل الطب البديل، ومثل ما قلت نحن وقت عم نحكي عن الاشكاليات مش ما بيعني انه كل وسائل الطب البديل مش منيحه، بس نعم في انواع هي بدنا نحذر فيها وفي انواع خطره نعم لازم نتجنبها تماما. وقت الشيء انا رح احكي عن معايير التمييز ونوضح. هلا مظبوط بالنسبة لطب الأعشاب، هلا أنا نعم شك إنه طب الأعشاب هيدي ممارسة قديمة، يعني بترجع لجدودنا، يعني كلنا بنعرف إنه نعرفها مثلا إذا كان عندنا شوية أوجاع بنشرب شوية ينسون، شوية بابونج، شوية نعناع بنتعالج بهيدي العشبة الفلانية مثلا. هلا مثلا كتير دارج الألوفيرا مثلا، بينصحوا فيها للعلاج مثلا الجلد، للحروق، نعم للعلاج الوجه يعني البشرة وهيك. صح فمش غلط انه نحن نلتجي لبعض الاعشاب لطب الاعشاب، بس المشكله انه في كتير اشكاليات. من هيدي الاشكاليات انه بعض الناس المشعوذين عم بيستعملوا طب الاعشاب ويخلطوها مع غير ممارسات وحتى يروجوا لاشياء غلط هن بيعتقدوا فيها. رح اعطي اكزامبل، مثلا بفتره بلبنان هون نعم كتير اشتهر شخص هو قال بيعالج بالطاقه الرايكي. نعم بقى بتروحي لعنده، الرايكي هي علاج بالطاقة وهي خطرة كتير وهي نوع من التعاطي مع الأرواح. بقى هذا الشخص كمان بيعطي عشبة إنه أشياء هو قال عملها مثل طبخة، عشبة طبخة إنه كمان بيعالج بالأعشاب وكمان بيعالج بالأكل، إنه كله هيدي مثلا ما تاكلوا لحمة، ما تاكلوا كله ميكروبيوتيك كله هاي. بقى اللي عم بيصير انه بيجوا اشخاص بيخلطوا عده تقنيات من بيناتهم اللي هي طب الاعشاب اللي هي منها غلط، بس وقت اللي شخص مشعوذ بيجي بده يعالجني بالاعشاب اكيد هيدا رح يوديني لمطرح مهلك، يعني يهلك نفسي مش بس يأذي جسدي، يهلك نعم نفسي وروحي. مثلا كمان في هلا اللي بيعالجوا بالتشخيص حدقه العين الايريدولوجي، كمان بيوصفوا الاعشاب قولوا خدوا هيدا العشبه او اشربوا هيدا السيرو او تعالجوا بهيدا الزيت. بقى عم بيصير خلط طب الاعشاب بممارسات اخرى اللي هي كمان مؤذيه. ثاني اشكاليه انه في فوضى بالممارسات خاصه بلبنان، يعني مثل ما بنعرف اوقات عم بيروج للاعشاب كمتممات غذائيه، وهيدا الشيء وهي المتممات منا دائما مدروسه ومنا امينه الا اذا كانت مثلا بدنا نطلع اذا كانت اخذه على موافقه الاف دي اي، US FDA Food and Drug Administration، يعني بدنا نتأكد نحن شو عم ناخد وإذا مزبوط هيدي الأعشاب هي مراقبة. نعم وإذا في فوضى بالعلاج هيدي ما بنعرف نحن إذا عن جد هيدا الشخص اللي عم بعالجنا بالأعشاب هو عنده المؤهلات عن جد عم بتصير الخلطة. لأن أوقات أنت بتعرفي ماري كلود إنه إذا في أعشاب إذا مثلا زدت الدوز بدها تأذيكي ما بتقدر تفيدك، طبيعي يعني في علم بهيدا الشيء مش كيف ما كان نقدر نتعالج بالأعشاب. ومش من إذن مكان في ضرورة كتير ملحة للتنظيم والمراقبة، وإنه الدول تلاقي ضوابط علمية وقانونية لطب الأعشاب حتى ما يصير في انحرافات وتجاوزات. إذا هلأ بدنا نعمل مثل كونكلوزيون بنقول إنه طب الأعشاب في إشكالية بالتقنية نفسها وبالتنظيم، وفي إشكالية بفاعلية وأمانة المعالجة، لأنه مثل ما عم بقول لك إذا شوي نزيد أو شوي تقلل من بعض الأعشاب نعم يمكن تشكل يصير الدور خطر على صحة الإنسان. وكمان في إشكالية بالمعالج، مين أنا عم بعالجني بطب الأعشاب؟ إذا بدي أروح عند شخص هو معروف ينتمي إلى بدعة بده يعالجني بالأعشاب أكيد رح يخدني، على غير الهدف محال. هو إنه ينقل لي تعليم البدعة اللي هو بيروج لها. نعم بقى بدنا نكون وهون حذرين الخطورة، جدا بهذا الموضوع. وهون الخطورة عندك يعني، سؤال عن طب الأعشاب؟ يعني نعم أنا يعني اللي بده يروح يتعالج بالأعشاب عنده شغلتين لازم يعرفهم، أهم شيء إنه يعرف مين المعالج ولمين بينتمي وشو عم نعم بيشتغل بخلطاته، وخلطاته من شو بتتألف لحتى أعرف إذا تنفعني أو بدها تأذيني، تأذي جسدي يعني، مع إنه أنا رايح لحتى أشفى مش رايح لحتى أمرض أكتر. أكيد أكيد، وخصوصا إنه في ما في مراقبة، في نعم فوضى
وخاصة بلبنان بتعرفي انت، حتى يعني بالطب الكلاسيكي اللي عنده نيابات وعم بيصير فيه للأسف بعض نعم، عم بيصير في التجنسات، أغلاط. وكيف إذا كان بالطب البديل ما في رقابة ما في نعم، تنظيم، وأكيد قديش رح تكون التجاوزات رح كل تكون واحد كتير. فاتح حسابه. نعم مدام جيزيل، نعم بطب الأعشاب هل هي كمان صار لها يعني مثلا ضوابط قانونية بغير بلدان، أو كمان باش ماشية هيك نعم مثل لبنان لا لا، وفوضى؟ في بلدان منظم طب الاعشاب، حتى بتلاقي هيدي الانجريديون موجودين بالفارماسي يعني، نعم وفي الاشياء مضبوطه ومنظمه. نعم ومثل ما قلت لك في الاف دي اي بامريكا، هي بتعطي بتقول انه هيدا مثلا هيدا المتمم الغذائي او هيدا الدواء بالاعشاب هو مفيد او غير مفيد. نعم يعني دائما خلينا نشوف المصدر وهنشوف اذا في رقابه على نعم هيدا المتمم الغذائي او هالعلاج بالاعشاب نتاكد منه. نعم في كمان حبوب تابلتس يعني العالم تاخدها، فيتامينات من الأعشاب، هيدي شو رأيك فيها؟ نعم يعني نعم انا كمان هيدا هيدي رايي اخدي كمان، انه بدنا نشوف نحن، نعم بدنا نشوف مصدر هيدي المتممات نعم الغذائيه، مين عملها، لانه للاسف انه بتعرف التجاره فاتت بكل مجالات، حتى نعم بالمجالات الاستشفائية والأدوية وكل المجالات. إذا بدنا نكون ننتبه نشوف شو المصدر، هل أخذ موافقة من الحكومة اللي هي المصدر اللي نعم موجود فيها يعني، وأكيد نستشير طبيبنا يعني، دائما طبيب العائلة الطبيب اللي نحن بنوثق فيه نعم نستشيره بهذا الخصوص، نعم ننتبه بهذه النقطة ما ناخذ شو ما كان. نعم صحيح صحيح. لأنه نحن هون بأستراليا يعني في عنا كتير أشياء أدوية معمولة من الأعشاب، والعالم تاخدها بكل سهولة، لأنه أكيد مثل ما حضرتك حكيت إنه عندها أبروفل من الـ FDA ومن الشركات العالمية والأدوية، إنه واحد بيقدر ياخدها وهي مفيدة وبتداوي يعني كتير نعم أشياء بالأجسام. نعم 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 بس ننتقل. برضو ماري كلود لازم دايما، برضو لازم دايما حتى لو هلا اخذ ابروفل واحد يستشير طبيبه، نعم الطبيب العائلي يلي متابعه، لانه اوقات حتى الفيتامينات مش دايما يعني بدنا ناخذها بدوز معينه، واوقات نحن نعم هاي الفيتامينات بتضرنا بتضر بتاذينا اكثر ما بتفيدنا. نعم صحيح هلا اذا صحيح. بتحبي بنحكي عن الاكوفونكتشر الأكوبانشا، الوخز نعم النقطة بالابر. الثانية، نعم نعم الأكوبانشا نعم الوخز بالأبر. الاكوبانكتشر هو الوخز بالابر السيني، هو من كمان من الوسائل الطب البديله اللي كثير منتشره واللي نعم كثير اخذ رواج، ومثل ما معروف هي من الطب التقليدي الصيني، يعني نعم عمره اكثر من 5000 سنه، وله علاقه كثير وطيده بالديانات الهندوسيه والطويه ها وطب الايرفيدا يلي بيؤمن مثل ما قلت لك بأجسام باطنية، في نعم أجسام باطنية وفي طاقات موجودة، حتى في كانالات بيعتبروا بالأكوبانشر إنه في مثل مسارات بسموه النادي، مثل مسارات للطاقة بالجسم. ليش بيحطوا الإبر؟ لأنه بيعتقدوا إنه في مثل بلوكاج، بلوك اه على المسارات، نعم بدو يرجعوا يفتحوا هذا يفتح البلوك، بحطوا الإبر بمطارح معينة حتى يعملوا يرجعوا يفتحوا هيدي المسارات للطاقة. وفي له مثلا بير جون فيرنات يلي هو اختصاصي بالطب البديل حكي عن الأكوبونكتشر، بيقول إنه له جذور أسطورية، يعني في أسطورة وراء الطب خرافية. التقليدي، بيقولوا نعم ميت ميت، بيقول إنه في روح شرير اسمه كوي هو اللي بسبب المرض، يعني هيك كانوا من زمان يعتقدوا. وفي بالاكوبونكتشر في 365 نقطة بحسب ايام السنة، يعني بعدد ايام السنة، يعني الاشياء اللي محددة بالاكوبونكتشر هو بحسب الاسطورة وليس بحسب اسس علمية معينة متخذ فيها. هلا بيرتكز بالاساس على الفكر التاو، بتعرف في الديانة الطوية بالشرق الاقصى، اللي بيقول انه في طاقه اسمها تشي او كي يلي فيها جهتين، فيها يين ويونغ، يعني فيها سالب ومس وموجب، بوزيتيف نعم بوزيتيف ونيجاتيف. ونيجاتيف. وهول وقت بصير في عدم توازن فيهم، بصير في تخربط بالجسم الانسان وبصير في المرض. يعني هني ما بيشوفوا انه في فيروس او في بكتيري او في شيء بسبب المرض، بيشوفوا انه في عدم توازن بالطاقه بالجسم، عشان هيك بيستعينوا بشك الابر، بيقولوا له ايضا
واخذ بالإبر الصيني لتحفيز نقاط معينة بجسم الإنسان لحتى يحفزوا هذه النقاط ويفتحوا مسارات الطاقة. هلأ بالغرب انتشرت الأكوبنكتشر، كتير منتشرة وحتى بيعلموها لا. ببعض الجامعات، أو إجمالاً بيكون هو نورو، بيكون دكتور بالأعصاب أو بيكون فيزيوثيرابيوت بيعمل دورة بالأكوبنكتشر وبيعالج بالأكوبنكتشر. هلأ صار في دراسات بجامعات بالغرب توصلوا انه اجمالا العلاجات اللي بتصير هي بلاسيبو افكت، بلاسيبو يعني اشياء نفسيه ناتجه عن عوامل نفسيه، هيدي شغله. وقالوا انه وقت اللي بينحطوا هول الابر بيصير في بالجسم افراز لهرمونات بتخفف الالم، عشان هيك عم بيفكروا انه يمكن يستعينوا بالاكوبنكتشر بعدين بعمليات التبنيج يعني والتخدير، لانه بتخدر ال وباعتراف ان بعض المعالجين بالاكوبنكتشر انه مش كل الامراض بتعالجها الاكوبنكتشر، هي اكثر مخدر للالم من انه هي علاج دائم و يعني بيبقى لبعدين. اذا حتى بالصين اللي هي مصدر الاكوبنكتشر، اذا طلعنا على الجسد الطبي الرسمي ما بيحكوا كثير على يعني في 46 مثلا نشره طبيه للجمعيه الطبيه الصينيه، ما في ذكر للاكوبنكتشر، يعني هن مش اخذينها على محمل الجد. بس منظمه الصحه العالميه منظمه الصحه العالميه بتقول انه كثير هذه التقنيه منتشره ولازم انه تتنظم، بس برضو في اشكاليه بهول النقاط اللي حكينا عنهم. في إشكالية بالتكنيك هي بذاتها، يعني هي طب تقليدي منا مرتكزة على أشياء علمية، بالعكس مرتكزة على أشياء أقالت، يعني أنه في أجسام باطنية وفي طاقة. علميا إذا جبنا هلأ شخص وحطيني صورني بأحدث الطرق بالليل وإي أر أم أو غير طريقة، ما رح نشوف لا طاقات ولا مسارات للطاقة ولا شيء من هيدا النوع. هيدي كلها أشياء باطنية تعليم مرتكز عليها الأكوبنكتشر. تاني إشكالية الفعالية وأمنة المعالجة، ما في دراسات وأبحاث جدية تثبت فعالية الأكوبنكتشر، والدراسات المعمولة منها جدية وهن عاملينها يلي الأشخاص يلي بيعالجوا بالأكوبنكتشر هن يلي عاملينها. إذا ما في شيء أنا بثبتلك كإنسان عادي، مش بالضروري إنه يكون مؤمن إنه في هيدي الوسيلة هي أمين. وثالث شغلة، في إشكالية كتير كبيرة بالمعالج كمان. ما فيني أنا أروح عند شخص مين ما كان، واحد عامل سيشن بالأكوبنكتشر روح أتعالج عنده. خبرني شخص قريب مني، خبرني راح قال عند واحد أكوبنكتشر، قال تي يعمل له ما فيش، كان عنده وجع برقبته، شكل له إبرة برقبته ضل مشلول 3 أشهر ما قدر يحرك رقبته لأنه شكل غلط. بقى إذن كتير مهم نعرف عند مين أي معالج نحن رايحين، والأفضل نروح عند حكيم أعصاب أو شخص فيزيوثيرابيوت يكون عنده على القليلة فكرة عن جسمنا، ما يحط الإبرة كيف ما كان. مع العلم أنه كتير محدود العلاجات اللي يمكن الأكوبنكتشر تكون فعالة فيها. مظبوط. أنا شخصيا طبعا. كمسيحية يعني، هلأ أنا هيدا رأيي الخاص، رأيك الشخصي نعم في حدا. نعم بهمنا كتير نسمعه. أنا شخصيا ما بوثق بالأكوبنكتشر، لأنه مثل ما قلت لي التقنية علميا ما في إثباتات على فعاليتها. في إشكالية كمان حول الفعالية الحقيقية والنتائج تبع العلاجات، خاصة ترتكز على أشياء باطنية. وبعدين المعالج أنا ما بعرف، خاصة بلبنان هون بدي أعرف أنا عند مين رايح أعمل أكوبنكتشر. بقى بدنا نطرح علامات استفهام ونكون حذرين بموضوع الأكوبنكتشر، بكون أفضل. نعم نعم، تأكيدا لكلامك أستاذة جيزيل، أنا عاملة أكوبانشا سيشن يعني على شي مدة سنة ونص، يمكن ضليت روح يعني ما استفدت عليه، يعني عرفت علي إنه روح هيك ونعمل سيشن، يجعوني كتافي كتير، إنه تشوفي إنه الأبر عم بفوتوا بجسمك عن جد مزعج، إذا فات يعني دقت بمحل غلط وتعطي وجع، بس إنه ما عطت إفادة أبدا. يعني تأكيدا لكلامك إنه كمان إحنا كنا بهذه فتنا بهالمغلوطة.
المشكلة كمان انه هلا اذا رجعنا، انا لان عملت ابحاث كثير حول موضوع الاكوبونكتشر، كمان الاكوبونكتشر التراديشنال بيدعوا انه حتى هن بيشفوا الامراض النفسية، يعني بيقولوا لك في نقاط هي ابواب للامراض النفسية وللامراض الروحية. ما هون الاشكال، انه انا اذا رحت عند واحد معالج بالاكوبونكتشر تراديشنال، يعني كثير هو عم بمارسها مش ك طريقة يعني عم بمارسها تقليدية. بمارسها مثل ما هي تقليديا، هون عم بيرجعني لجذور روحيه. انا كمسيحي حذر، مفروض انه يكون حذر بخصوصها بقى، يعني الافضل مثل ما قلت لك انه نكون حذرين نعم وندقق مزبوط عند مين نحن رايحين وشو نعم بدنا نتيجة، هو يعني نحن نختار نتيجة. دايما لأول وهلة، يعني بتسمعي مثل ما حضرتك قلتي هديك المرة، بفتكر بالحلقة الماضية قلتي الإنسان بيبقى معلق بدوليب الهوى، يعني بحبال الهوى. مشان هيك يعني وين في علاج بحس حاله إنه رح يستفيد بتلاقيه إنه بيروح وهيك، بس للأسف يعني لو راح ما بيستفيد، وأكيد بيكون عم بيعمل هارم لحاله ولجسده ولنفسه، عم بيكون هالتأثير سلبي عليه. يعني هلأ هذه النقطة الثانية، هو الطب المثلي اللي عم تحكي عنه، أوميوباتي، كتير منتشر. وأنا لما كنت بأوروبا نعم كمان، يعني كل ما يقولوا لنا في شيء، مثلا قول حدا من ولادي بوشي، اعملي له هيدي الجلسه، اعملي له هيدي الجلسه، يعني بتلاقي كل هالاشياء، الاوستيوباتي الاوميوباتي كله دارج، وكان كتير يعني على ترندي اذا بدك، يعني مشهور كتير واخد ضجه، وكتير العالم حابينه وبيدفعوا 100 و200 يورو على الجلسه، وبيروحوا مبسوطين يعني، بس بيرجعوا ما في إفادة، بيقولوا لك ايه مرتاحين، يمكن مثل واحد شيء نفسي بصير انه ايه انا رحت نعم عملتها اكيد نعم رح صير منيح، بس انه اكيد بيرتاح لوقت قصير وبيرجع بعدين الوجع بيرجع له. شو نعم تعليقك؟ مثل ما قلت لك الطب، مثل ما قلت لك بالطب الكلاسيكي نعم بيقولوا انه اغلب الشفاءات يلي بتصير، يلي الشفاءات الظاهريه، هي نتيجه عامل الغفل، يعني البلاسيبو افكت، يعني شيء نفسي اكثر ما هو عضوي مظبوط. وفيزيائي. هلا بالاوميوباتي، الاوميوباتي كثير كثير منتشر باوروبا، يعني نعم حتى انه ببعض الدول الاوروبيه صار وضعه قانوني نعم للاوميوباتي، يلي اسسه هو الالماني دكتور سامويل هانيمان، والمعروف انه هذا سامويل هانيمان كان اكس فراماسون، كان عنده أوه معتقدات ايزوتيريك باطنيه. نعم هلا الاوميوباتي بترتكز على 3 مبادئ، انا هلا بدي احكي علم، ما راح احكي ايمان اشياء ايمانيه، نعم بس الاشياء اللي هو اللي بترتكز عليها الاوميوباتي تطرح تساؤلات. يعني أها مثلا المبدا، احد المبادئ التشابه، انه سيميليتود، يعني انا بعالج بالشيء اللي سبب المرض. مثلا انت تسممتي، بياخذوا نقطه من هذا السم. تاني مبدا الديليوشن، يعني بيعملوا له ديليوشن، بيخففوه وبيرجعوا بخضوه وبيعطوك الدواء لحتى انت تشفي. اذا عرفتي كيف، يعني يعني مسبب للمرض بيعالجوك فيه، بالمسبب ذاته. بس بطريقه مخففه، وبيعملوا لها ديناميزاسيون، يعني بيرجوها بيخدوها. نعم لانه هن شو بيقولوا؟ بيقول هانيمان، بيقول انه وقت اللي نحن بنخض الدواء بصير في طاقه روحيه غير ماديه اللي مظبوط هي بتعالج. طيب انا هون قبل ما اكون مسيحي، انا شخص علمي، بس بتسأل شو هي هيدي الطاقه الروحيه الموجوده اللي بدها تعالجني. ثاني شيء، انا كمسيحي بسأل، انا بعرف انه في طاقه روحيه واحده اللي هي قوه الروح القدس، طاقه الروح القدس. بقى هيدي الطاقه الموجوده بالدواء هي طاقه روحيه غير ماديه، بس مين، شو ماهيتها، من وين جايه هي؟ هل هي الروح القدس؟ بقى هيدي المبادئ اللي بيرتكز عليها الاوميوباتي مبنى علميه، حتى بيحكوا عن شيء اسمه ذاكرة الماء، يعني انه حتى نحن لو خففنا الدواء بالماء، نعم الماء عندها ميموري، عندها ذاكرة، بتضلها تتذكر ايه الشيء اللي كان فيها. هيدا الشيء كمان، هيدا الشيء مش مش صحيح ومش صحيح، علم بقى. درجة كتير هيدي، نعم نعم، درجة كتير بأستراليا عنا. واللي بخوف ايه، واللي بخوف اكثر ماري كلود، انه باوروبا بتروحي عند اوميوبات، اول شيء بيسالك شو برجيك،
بيعطيكي دواء بحسب انت برجك، يعني مثلا بيعالجك بمعدن معين حسب اذا انت برجك سرطان بيعطيكي معدن يلي هو له علاقه ببرج السرطان. نعم وكمان لحتى يعرفوا شو المشكله المرض اللي عندك بيستعملوا الباندول، باندول باندولوم، لحتى يكتشفوا وين انت المرض عندك. بقى هون فتنا بالشعوذه يعني بالسحر نعم نعم بالتبصير يعني بالابراج وبهيدي الامور، يعني في خلطه طويله يعني غريبه عجيبه خلطين كل شيء بقصه مع بعضه، يعني ما مش معروف هيدا من نعم انه شو انه خص هاي مش بهاي معروف شو مثلا، عرفتي كيف؟ نعم. انه ما هلا في عندهم مثل ما لينك، قلت لك ما في شيء ان نعم، كومن ولا تقرير بيناتهم. اللغه نعم. نعم هلا البرلمان الفرنسي نعم عمل تقرير حول البدع واشار للهوميوباتي انه فيها شيء طابع بدعوي، يعني هذا بتقرير البرلمان الفرنسي. هلا سنه 2014 في تقرير نشره المجلس الوطني للصحه والبحث الطبي باستراليا، دقق ب 57 مراجعه منهجيه للعلاج، بقول لا وجود لدراسات جديه تثبت انه الهوميوباتي هي فعالة، أها والشيء الشفاءات اللي عم بتصير هي مش أكتر من بلاسيبو إيفكت. هيدا تقرير عن طالع من نعم المجلس الوطني للصحة عامل نفسي والبحث بس الطبي بأستراليا. نعم كمان في دكتور اسمه بروفيسور إدغار إرنست، هو كتب رسالة لطبيبة الملك البريطانية نعم قال لها هي بتتعالج بالأوميوباتي، قال لها إنه انتبهي إنه الأوميوباتي ما بيتصدق وهو بسودو سيانس، يعني علم كاذب. وفي يعني في مثلا المعهد الوطني للصحه بامريكا بيقول انه في كثير، في قليل كثير من الادله اللي بتقول انه الهوميوباتي هو علاج نافع فعال. اذا نعم في كثير مراجع بتقول انه الهوميوباتي منه فعال وما بتاكد فعاليته كعلاج بحسب المنهجيه العلميه. مهضومين ب هلا باللي كان بلندن سنه 2010 جمعوا شباب وبنات ما نعم بيؤمنوا بالهوميوباتي، اخذوا جرعه من في دواء في سم الارسنيك، بقى اخذوا العلبه كلها، يعني العلبه كلها فيها يمكن شيء 20 حبه مدري قد ايه، اخذوهم كلهم وما صار لهم شيء، او ماي انه جاد تيفرجوا تيبرهنوا انه ما في شيء بدواء الهوميوباتي، كلها عامل الغفل، كلها عامل نفسي اللي بتساهم بالعلاج. اذا بدنا نعمل كمان مثل كونكلوجن يس للهوميوباتي بنقول انه في اشكاليه بالعلميه تبع التقنيه، الاسس اللي مرتكزه عليها منا علميه. نعم الاشكاليه الثانيه ما في شيء اثبتت تثبت امانه وفاعليه هيدي نعم التقنيه. وكمان في اشكاليه بالمعالج، لانه مثل ما عم بقول لك في معالجين اوميوبات نعم بيستعينوا بالاسترولوجي، بيستعينوا بالبانديول، يعني فتنا هون بالشعوذه وبالاشياء بالشعوذة الخفائيه وبالديفينيشن وهالامور. اذا كمان بخصوص الاوميوباتي بدنا نكون حذرين. حذرين. نعم مهم كتير بحثك أستاذة جيزال، عن جد كتير مهم، شكرا لك. هلأ التاتش ثيرابي شو قصته؟ كل شيء هو علاجات الطاقة اللي إلهم علاقة بالطاقة، مثل نعم الرايكي، التاتش ثيرابي، البرانيك هيلينج. كمان هلا بحكي بعد شوي عن علاج طاقة المكان والطاقة الهرمية، هيدي كلها بتحكي إنه في طاقة كونية موجودة هي أساس المرض، هو عدم توازن بهيدي الطاقة. وبصير في نوع جلسات الرايكي، يعني بصير في استدعاء لأرواح تساهم بهيدي العلاج نعم وترجع تظبط هيدي الكانالات الطاقة الموجودة بالجسم. كله الأساس استدعاء يلي أرواح. عمل الرايكي هو شخص اسمه ياباني اسمه ميكاو ايزوي، هو أخذها عن الدي ان ايه، عن طقس بينعمل بدير بوذي، يعني راح على شمال الهند وراح على دير هونيك بوذيش بيعملوا طقس صلاة معينة، أخذ منه هو هيدي الطقس وعمل اخترع شيء اللي اسمه الرايكي. وبقولوا اتباعه لإله هو نعم لميكاو انه اجى نوع من الرؤيه، يعني كان على الجبل وتجلى لإله نور خبره وعلمه كيف يعالج بالرايكي. هلا ازدهر كثير الرايكي بامريكا وباوروبا، نقلوا على
امريكا، واللي زاد انه اشتهر زياده هو بدعه النيو ايج، العصر الجديد اللي روجت للريكي واستعانت بالريكي. هلا مثل ما قلت لك، في شخص بيقدر على الانترنت انه يعمل سيشن كورس بالريكي ويصير دكتور او رايكي، بيدفع مصاري يعني، بيصير حتى بيقدر يصير يعالج عن بعد. يعني تصوري مثلا هلا انت مريضه، فيك تلفني لي مثلا اذا انا بعالج بالرايكي، بتقولي لي انه انا عندي المشكله الفلانيه عالجني، وانا ببيتي عم بعيد هلا لان في كورونا، بقدر انا عالجك عن بعد من كل الامراض، حتى من الامراض النفسيه وحتى امراض خطيره. يعني بيحكوا عن امراض خطيره بالدماغ او الكانسير او كانسر او شيء سكري، يعني بقى حتى عن بعد، انه بصير الشخص قال يبعث للمريض طاقات ايجابيه هي بتساهم بعلاجه، كانه واحد عم بيعمل سيانس تحضير ارواح، أرواح. لانه نعم بحط بتقولي الشخص، مش فيزيوثيرابي، ما بحط ايدي على الجسم، نعم عن بعد بصير يفتش وين في بلوكاج بالجسم، بصير يردد مثل مانترا، كيف بيرددوا باليوغا، نعم بيردد مانترا بيستدعي فيها ارواح تساهم بالعلاج. غير جوزيف ماري فيرلاند بيقول انه بصير استدعاء لبودا نفسه، يعني لروح بودا، وبصير في هي نوع من تأليه للقوى الطبيعية المخلوقة. بير جوزيف ماري فيرلاند هو اختصاصي بالطب البديل، عنده سايت لقاله اللي بحب يطلع بس بالفرنسي، هو بيحكي، هو اختصاصي بهيدي المواضيع، نعم وبيحكي كتير منيح عن الرايكي وعن أخطاره. مثلا بتعرفي من الأشياء اللي بيقولها المعالج بالرايكي، بيقول أيتها الطاقة تعالي، المفتاح معي، البوذا الذي فيا يتواصل مع البوذا الذي فيك، اوف هيك بقول، هيك بصيروا يرددوا. بقول أنا كائن. هلا مين بقول I am، أنا يسوع كائن؟ مين غير الله؟ أكيد الله يسوع. أي بقى بالرايكي المعالج الرايكي بقول أنا كائن، I أوف am، لحتى يحط كل القدرة لإله، إنه هو القوة لإله بقدراته وبمساعدة الأرواح يقدر يشفي الأشخاص. لك هالشعوذة الكبيرة إذا نعم، هي شعوذة ومنتشرة. هلا نوربرتو ريفييرا ب وثيقة هو أطلقها حكي عن الرايكي وحكي عن أخطاره، وقال إنه هي جلسة لاستحضار الأرواح. نعم في مجلس أساقي في الكاثوليك بأمريكا سنة 2009 عملوا بيان حكيوا عن أخطار الرايكي ومنعوها بالمؤسسات الكاثوليكية. إذا نشكر الله الكنيسة عطت رأيها بخصوص الرايكي وهيدي العلاجات، إذا علاجات الطاقة كلها خطيرة جدا وعلينا إنه نتجنبها. نعم أوكي؟ هل لديك معرفة يعني إذا بلبنان بيستعملوها نعم، في بلبنان ال للأسف في كتير عم بيمارسوا الرايكي. نعم نعم أوه طيب قلت شو فيك لك على تقولي لهم الانترنت، اليوم للي يعني؟ سهل هيدا الشيء، هو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لو بتشوفي شو في نعم دعايات وشو في بروموشن لهيدي المعالجات وبيخلطوها. يعني مثلا رح اعطيك اكزامبل، مثلا لايف كوتش، في ست بعرفها قالت لي انا بدي اتعالج بالاكوبونكتور، فادلوني على لايف كوتش هو بيعالج بالاكوبونكتور، فيني روح اقول لك شو هو، اعطتني اسمه، فتت انا على الفيسبوك فتشت عليه، طلع ماري كلود، طلع يعني مسبع الكارات مثل ما بقولوا، يعني بيعالج بالاكوبونكتور، بيعالج بالطاقه وبالرايكي، بيعالج علاجات روحانيه، وبيعالج بالايريدولوجي بالايبنوزس. شو بدي اخبرك، طويلة خلطه عريضة بدع قد ما بدك. يعني هيدا يعني إله طلع مش كامل اكوبونكتور، يعني مش بس بيعالج بالوخز بالإبر، طلع انه بيعالج باللو اوف اتراكشن كمان، بقانون الجذب، يعني كمان عامل خلطه من كل شيء، يا ويلي وبيقول انه هو بيعالج بالاكوبونكتشر بس هو كمان بيعالج بالرايكي نعم بالطاقه. قديش خطر هذا الشيء، والناس كلها عم بتروح ما معها خبر، بتقول هيدا علم جديد، ما معهم خبر قديش هيدي الامور خطيره. يعني نحن اليوم بدنا نعلي الصوت ونقول لهم يا شعبنا، خاصة شعبنا المؤمن المسيحي، انه انتبهوا على حالكم، انتبهوا على عيالكم، انتبهوا على اولادكم وين رايحين، ما تلحقوا هالشعوذات، كل هالاسماء اللي هلا نحن قلنا لكم عنها ودكتورة جيزال هي اللي عددتها.
بليز انتبهوا على حالكم على عيالكم وين رايحين، وقولوا لهم انه قديش هي خطرة عليهم وعلى اجسادهم وعلى ارواحهم. يلي عنده يسوع المسيح ما بيعوز اي حدا تاني لحتى يروح يشفيه، فرجاء انتبهوا لنا على هالنقطة هيدي، وبدنا نشدد عليها عن جد، نشدد عليها. هلا رح نحكي بعد على اشياء تانية عديدة مع استاذة جيزيل فرح طرباي. خليكن معنا مع فيرا، رح تحط لنا شي على ذوقها وبنرجع لكم. خليكن معنا. مع كل السماوات تنشد مجدك، مع كل السحابات تنشد لطفك، مع كل النيران ترفع سبحك، مع كل المخلوقات تهتف إلهي. يا ما أجملك، ما أعظم اسمك في الأرض كلها. إلهي يا ما أجملك، ما أعظم اسمك، ما أبان في خلائقك. في السهول والجبال مع كل الرياحين، ومن أعلى التلال مع همسة النسيم، مع نغمة الشلال وطهر الياسمين، مع زهر البساتين سأهتف إلهي. يا ما أجملك، ما أعظم اسمك نرجع لكم أصدقائي المستمعين لنكمل حلقتنا من البدع إلى الإبداع مع دكتورة جيزيل فرح طرباي من لبنان، يلي هي معنا على الخط. وعم نحكي كنا عن العلاج البديل، يعني يلي اسمه الريكي والتاتش ثيرابي، يلي هو استحضار الأرواح بمية بالمية يعني، وقديش هي مخيفة وقديش هي خطرة علينا على أجسادنا. دكتورة جيزيل، هلا عم نحكي بالنقطة الرابعة يلي حابة تحكي عنها حضرتك، علاج الطاقة والعلاج طاقة المكان والهرمية، شو فيك تخبرينا عنها نعم. أكثر بليز؟ أيضا من العلاجات الطاقة علاج طاقة المكان بسموها الفانك شوي. أنا عاملة حلقة اللي بحب يشوف على اليوتيوب، حلقة يعني مفصلة عن الفانك شوي. هو من الممارسات الخفائية الصينية، يعني أصلا جاي من الصين، مثل ضرب الرمل، يعني بيشبه ضرب الرمل عنا. ووسيقة يسوع المسيح الحامل الماء الحي تحكي عن الفنك شوي، بتقول بصراحة أنه هو وسيلة للعرافة، يعني للتنبؤ بالمستقبل. هلا هني شو بيقولوا؟ بيعتمدوا على خريطة اسمها باقوة، وهي مثل رسم متمن، يعني محور الين واليونغ. بيقولوا أنه ليش انت ما في منك مبسوط بحياتك؟ لانه في سوء توزيع للطاقه ببيتك، سوء توزيع للديكور، للالوان، تنسيق الالوان ببيتك. هذا شيء كله يعني بيحطوا انه اساس سعاده الانسان هو حسن تنظيم الطاقه بالبيت او بالعمل او باي مكان موجود فيه. يعني ما بقى اتكال على العنايه الالهيه، صرنا نتكل على طاقات إيجابية أو سلبية موجودة ببيتنا. وشو اللي عم بيصير؟ الخطر اللي عم بيصير إنه تحت غطاء الديكور والتصميم الداخلي واللايف كوتشينج، عم بيجوا هول الأشخاص وبيروجوا للفنك شوي. مثلاً بيحطوا إنه بدك تصمم بيتك، نحن بنصمم لك بيتك، بنعمل لك ديكور جديد. وبفوتوا بيحكوا بيعلموا عن الفنك شوي، وكمان أكتر عن الـ NLP، حتى بيعلموا التأمل، بينصحوا يعمل تأمل مديتيشن أو يوغا لحتى يزبط الطاقات ببيته. إشياء مثلاً يمكن أمرت تسمعيها،
مثلا في اشياء هلا طرق بسموها زيري بازي كي مابينج، يعني كيف انت تعملي تخطيط لحياتك لشغلك نعم بواسطه الكي، الكي يعني الطاقه. هلا بيدعوا انه هن دكتور يعني بهيدي العلوم، انه هيدا علم والعلوم اكدتها، وهيدا الشيء مش صحيح. مش مثل ما عم صحيح. بقول لك الفاتيكان نفسها اكدت انه الفانك شوي هو نوع من التبصير وضرب الرمل. اذا الفانك شوي مثل العلاجات بالطاقه هو من وسائل التنجيم والعرافه، نعم وشغله خطيره جدا. يعني علاج المكان والزمان، يعني انه اذا واحد كان حد شلال مثلا، البركان فيه معادن بيعطيكي قوة بيعطيكي انرجي او شيء من هالنوع، انه بناخذ منه طاقة، نعم، انه نعم كيف هيك واحد فيه بفكروا. ياخذ هلا طاقة من هيك اشياء؟ ما عم بعرف عن جد انه مثلا شيء مضحك، مثلا في وحده عم تنصح مدام انه في عندها مشاكل زوجيه مع زوجها، يعني قالت لها لانه انتم بتقعدوا بتاكلوا على طاوله ريكتانجل، يعني لازم نعم تكون دائره لحتى يصير في تفاهم مستطيلة. ويصير في نعم حوار، بقى انه حتى اشكال والالوان بتأثر على الحوار وعلى التفاهم بالبيت وعلى المحبة، يعني لحتى هو الهدف بالنتيجة. كل هيدي الأشياء نعم عن جد إنه الخطيرة هي إنه تروح عمل الروح القدس نعم وعمل النعمة، إنه أنا باتكالي على ذاتي وعلى تنظيم الطاقات ببيتي وبحياتي أنا بوصل للسعادة، وأنا مني بحاجة لا بس إنه آمن بالرب يسوع ولا أي دين ولا أي شيء لحتى أوصل للسعادة، إنه بهيدي الطاقات أنا بوصل للبديين. مثلا كمان بيحكوا عن الطاقة الهرمية بيراميدال ثيرابي، إنه أنت إذا عندك مشكلة بصحتك أو أي مشكلة فيك تقعدي تحت شيء مثلث، شيء يكون هرم مثل الهرم، تقعدي وتعملي مديتيشن وقلبي بتنحل كل مشاكلك. اكيد يعني هيدا شيء يعني شيء مضحك ومنه طيب علمي بالمره. في كمان العلاج بالزهور العطريه او زهور باخ، نعم مش انه هيدي الزهور او الازهار الروائح تبعيتها هي بتريح او شيء، لا هن بيعتقدوا انه بهيدي الروائح وبهيدي العطور في طاقه روحيه، طاقة روحية هي بتساعد انه الانسان يكون مرتاح. اللي عمل هيدا اللي اخترع هيدا الشيء شخص اسمه ادوار باخ سنة 1936، وهو كان اوميوبات، يعني كان يعالج بالاوميوباتي، ومش غريب لانه بالاوميوباتي بيحكوا عن هيدي نعم الطاقة الروحية. انه نصح لكن من اي ايام، يعني بالزهور وبروائح، نعم انه قديمة. بالروائح العطرية، عشان نعم هيك بسموهم زهور باخ. بقى نعم بما انه هيدا العلاج له بعد روحي، أنا هون كمان كمان كمسيحي عندي حذر من هيدا نعم الموضوع، لأنه مثل ما قلت لك كل شيء يطال البعد الروحي أنا أطرح تساؤلات نعم وأكون حذرة. ويكون عنا لازم نعرف نميز انه هيدا خطر علينا ولازم نعرفه شو هو. نعم بالطاقة الهرمية حضرتك كنت عم تحكي، يعني كمان الهرم ما بيعني شيء تاني دكتورة جيزال، يعني عم تستحضرني اشياء هيك على راسي، انه كيف واحد بيقعد تحت الهرم مثلا نعم وبيصير منيح، نعم هلا عشان انه هيك هيدي في إلها رمزية لشيء بضلوا تاني يحكوا عن مثلا، لشيء منظومة ما بنعرفها، معقول يكون مثلا شيء نعم منظمة او لا، انه بس هيك اكيد اكيد، لا اكيد. اكيد في شيء وراها اكبر. هلا نعم عشان هيك في اشخاص في عندهم عبادة للاهرامات وعندهم رمزية كتير كبيرة وكتير مهمة للاهرامات الموجودة بمصر، بمصر ايه كنت بدي اقول لك بيقولوا عنهم، انه انا يروحوا هن يقعدوا عندهم نعم هن تستفيد انه مصر بيقولوا شوي. هن انه في نعم انه الاهرامات مش بس هي مقابر انعملت، هي هدفها روحي لحتى استقطاب الطاقه. عشان هيك بيقولوا انه بيروحوا بيعملوا في نهار بالسنه بيروحوا بيعملوا نوع من الطقس بالعباده صحيح على سطح هيدي الاهرامات، وبيطلبوا الارواح والى اخره، يعني بيستدعوا أرواحهم. عباده متكامله. نعم نعم للاسف. هلا في كمان اذا بتحب نحكي عن العلاج بالكريستالات، كمان بيدعوا بالاحجار الكريمه، انه انت بتروحي بتعملي سيانس بمركز مثلا للعلاج بنادي، بحطوا لك هيك احجار، مثلا بيجي راسك بحطوا لك حجر كريم على راسك، نعم كريستال أحجار نوع كريمة، معين نعم بيروح لك اياه على وألوانها مع الراس او شيء. وألوان مع هذا متعددة، يعني هذا بدك الزهر بدك الأخضر نعم بدك حتى هذا بيبيعوا، لأبراجك كمان بشوفك أي برج، يعني كتير دارجة مظبوط هون عنا مظبوط، حتى بيبيعوا بأستراليا هيدي.
ايه حتى بيبيعوا اشياء بيلبسوها، يعني نعم احجار معينه بحسب انت، انه هن بيعتقدوا انه اذا حملوا هيدا، علقوا صحيح هيدا الحجر برقبتهم بيجيبوا طاقه وبيشفوا نعم وبيصير عندهم حظ وبيتوفقوا بحياتهم. اشياء هيدي كلها فتنه بالخرافات، نعم عم فتنه بيلبسوها اساور كمان بالسوبرستيشن. اكيد، بتضلها نعم بجزدينهم ما نعم تشيلوها يعني ما بقى، وبخوفوهم. نعم يعني ما بقى إلا منا هي كشكل جمالي يعني للتزيين، صار إلها بعد روحي نعم وبعد شفائي. هون نعم فتنا بالأشياء الخفائية والأشياء الشعوذة يعني. كمان يعني قديش أوكي في هلا ستات إذا بدي، عنا بحبوا هالاشياء هيدي، بقى بدنا نقول لهم انه ينتبهوا من علاج الكريستال، يعني كل شيء بريشز ستونز بليز، انه هيدول فيهم ابعاد روحيه بتاذي النفس والروح معا، بليز ما تلحقوها وما تكونوا عم بت يعني عم تركضوا وراها لحتى تحطوها معكم او تلبسوها برقبتكم او بايديكم، لانه كلها شعوذات. نعم نعم هلا اذا بدهم يلبسوها مثل ما قلت لك لمجرد التزيين مش غلط يعني، كتير حلو، بس انه لانه بيعتقدوا انه من اذا لبسوها او حملوها هن بيستجلبوا طاقات وبتصير صحتهم احسن وبصير بيجيبوا شو بيقولوا حظ اكثر، هيدا شيء اكيد شي غلط. للشعوذه وما منه شغله علميه ابدا يعني. نعم يعني شي شعوذة هلا ومغلوطة، اذا بدك معلومات نحكي، مغلوطة. نعم اذا بدك نحكي عن تقنية مقتنية التأمل، التأمل. نعم هلا بدك انت تعملي حلقة لفمت عن اليوغا، خصوصي عن اليوغا، بس ما بيمنع انه نحكي هيك بشكل سريع سريع. عن نعم اليوغا وكل تقنية، نعم كل تقنية التأمل. بدي اقول انه هي مش بس مجرد رياضة، بالتأكيد هو بطقس عبادي بامتياز نعم يعني. بالأساس اليوغا هي صلاة الهندوس والبوذيين، ولما نعم ولما عملوها حطوها روجوا لها بالغرب، روجوا لها على اساس انه هي تقنيه رياضيه بيحصلوا منها على الانتي ستريس يعني، مظبوط وبيرتاحوا وبتصير حياتهم افضل وبصير عندهم سلام. هيدا الشيء تروج له على هذا الاساس كرمال لهدف تجاري فقط، نعم لهدف تجاري. حتى الهندوس بالهند احتجوا، والبوذيين انه هيدا طقس نحن صلاه وعباده، كيف انتم عم تروجوا له على اساس انه هو مجرد رياضه؟ أها كل حركه، كل نعم حركه نعم باليوغا هي هدفها ولها معنى ديني. نعم بتبلش كل رياضه بتبلش بالسان سالوتيشن اللي هي سجود للاله نعم الشمس، وكل الحركات الاسانا هي تمجيد وعباده للالهه طبعا. هلا بدك نعم تقولي لي انت انه طيب انا بعملها كرياضه بغض النظر عن انه نتائجها الروحيه، يعني انا ما بامن كل من الاشياء، ما بامن انه في الشمس، انا ما بعبد الشمس ولا بعبد القمر ولا نعم انا بعملها كرياضه. اليوغيين نفسهم المعلمين اليوغا بيقولوا انه حتى لو عملنا اليوغا لهدف رياضه بس ما من آمن، المفاعيل الروحية بتضلها موجودة، واو يعني أنا بضل أتأثر. بتضل نعم تأثر. هن المعلمين اليوغا عم بيقولوا هيدا الشيء. نعم هلا إجمالا اليوغا بيرددوا مانترا اللي هي اسم آلهة من إليهم آلهتهم، بيرددوا صوت الأم مثل ما قلت لك، الأسانز هي كل حركة هي عبادة وتمجيد للآلهة تبعهم، وهن كمان بيقولوها بكل صراحة في عمل مؤتمر لقالوا هن للهندوس بالعالم، نعم بس نسيت اي سنه، قالوا نحن مهمتنا انه نروج للهندوسيه وهذا الشيء نجحنا فيه من اوف خلال نوادي اليوغا. يعني هن واو بطريقه غير مباشره عم بيروجوا للهندوسيه بنوادي اليوغا. وانا عامله دراسه بكتاب تيار العصر الجديد، نعم في شابيتر كامل عن النيو ايج وعن باردون عن اليوغا، بحكي عن الاضرار، 25 مرجع للأضرار الجسدية النفسية الروحية اللي بتسببها اليوغا واللي عم بيتم إخفائها. نحن سمعنا كل شيء منيح عن اليوغا بس تم إخفاء الأضرار، في أضرار كتير كبيرة حتى على وصولا من طب الأضرار الجسدية والنفسية وصولا إلى الأخطار الروحية طب شو اللي شو حكي عنها السبب؟ بير جوزيف ماري فيرلاند. شو السبب؟ نعم شو السبب بإخفاء هالأضرار؟ السبب، ما السبب؟ لأنه عم بيطلعوا مصاري كتير بأمريكا، ملايين من الدولارات، وبأوروبا من خلال هيدي النوادي اللي بتعلم اليوغا واللي بتروج لليوغا، صارت نعم تجارة،
صار التجارة بقى ما حدا بيحكي عن تجارته إنها مش منيحة. هلأ ليش خطرة؟ لأنه كل الحركات اللي بتنعمل فيها هي في منها كتير ضد الطبيعة وضد نعم التكوين الجسم مثل ما هو. ثاني شيء الجو اللي بحط فيه الشخص نفسه بيخليه شوي شوي يتقبل التعليم الهندوسي. نعم بوثيقة صدرت عن الفاتيكان في بعض مظاهر التأمل المسيحي، قال الفاتيكان انه اذا في خشيه، وفي في خشيه انه الشخص اللي بيمارس هيدي اليوغا وهي الامور انه يعتنق المعتقدات الهندوسيه والبوذيه، نعم وحذرت الكنيسه من خلط اليوغا بالتأمل المسيحي. للاسف نعم هلا في بعض الناس بيعملوا يوغا مسيحيه، ما في وبعض نعم هذا الموضوع الاكزيكتيفين رح نبقى نحكي الكهنه فيه. عم بيعلموا يوغا. نعم نعم هيدي نعم شغله كثير خطره. إذن اليوغا يلي باختصار يوغا منا مجرد رياضة، يوغا هي كمان خطرة، وهي بحسب وثيقة يسوع المسيح الحامل مع الحي هي وسيلة لا تناسب المسيحية. المسيحية. نعم يعني أنا كمسيحي ما بناسبني أعمل يوغا. نعم المايكروبيوتيك أوكي، هلا وصلنا ميكروبيوتيك. الميكروبيوتيك هو منه نظام غذائي، أنه ريجيم معين نعم يلي اطلقه هو ميتشو كوتشي. هو نظام بيرتكز على انه في مآكل بوزيتيف ومآكل نيجاتيف، يعني ذاته مبدأ الطاقة انه في نعم طاقة سلبية وطاقة إيجابية. انا اذا كان عندي عدم توازن بالطاقة، نقص مثلا بالشيء السلبي، لازم اكل اشياء سلبية، أها مآكل فيها طاقات سلبية، يعني هيك بيعتقدوا. واذا كان عندي العكس، يعني بقى هيدا المبدأ يلي مرتكز عليه الميكروبيوتيك. اذا مش مجرد هو انه تاكلي خضره وفواكه، لا، هو بيعتمد على مبدا الطاقه. وانا عملت اجريت مقابلات ريسيرش وعدت دراسات مع اشخاص اختصاصيين بالتغذيه، وحكيوا عن كثير اخطار لهيدي الدايت، يعني نعم لانه فيها كثير نقص من الفيتامينات والاشياء الانزيمات والامور تنتقص منها. بقى كتير لازم ننتبه، خاصة الأشخاص المرضى يعني والأطفال، فيها نقص بفيتامين B12، بالسي، فيتامين بالكالسيوم، وفيتامين دي، وحتى في نقص بالنحاس والحديد واليود. وفي أشخاص عندهم حساسية ضد الجلوتين، هيدي الميكروبيوتيك ما بتخدر بعين الاعتبار. إذا علينا استشارة الطبيب، نعم مش نروح نعمل حيالله دايت لأنه قالوا لنا عنها إنه هي منيحة. أوكي، خاصة الميكروبيوتيك لأنه بترتكز على مبدأ الطاقة مثل ما قلت. إذا الميكروبيوتيك خطرة وعلينا تجنبها، مش بس فقط لأسباب جسدية، كمان لأسباب روحية، يا لأنه دكتورة هي من جيزيل هيدا بأكد اللي قاله مربولوس من 2000 سنة. نحن وقتنا عم بيخلص، رح تصير بعد عنا بس كذا كم دقيقة. ما بأكد نعم إنه شر الإنسان هو من عصيانه لكلمة الله، وإنه روحه ما بتتأذى من أكل معين، يعني مثل ما قال إنه سوف يأتي قوم مبتدعون ينشرون البدع وتعاليم مضللة نعم تنهي وتحرم الناس نعم عن تناول بعض الأطعمة التي حللها الله للبشر. يعني إنه إذا ربنا إله خير وزارع خير، إنه كيف ممكن يعطينا أشياء مثلا تناكلها وتأذينا؟ ما هيك يعني، unless يعني إذا استعملناها بعكس بالتأكيد ما هذه النقطة. لازم، يعني عم نستعمل نعم كل شيء هو نعم بعكس ما ربنا أعطانا إياه. بقى شو رأيك بمقولة مربولوس؟ يعني نحن عم نوصل عليها، يعني وصلنا عليها بالتحديد. بالتأكيد بالكتاب المقدس وبالعهد الجديد في إجابة، أجوبة على كل التساؤلات، حتى بطريقة يعني مش يعني ما نحكي عن اليوغا، ما نحكي عن هاي الأمور. بس نعم بدي لك شغلة، مربوطروس بيقول انه الكشف الالهي والوحي الالهي اعطانا نحن كل شيء نحن بحاجه له نعم للخلاص. يعني انا كمؤمن مسيحي، اذا امنت من الكنيسه الكاثوليكيه وعشت الوصايا بخوف الوصايا نعم وعشت بالتقوى وبمخافه الله، انا محصن، انا انسان محصن، ماني بحاجه لحتى اعمل اشياء اضافيه، اكل نعم ميكروبيوتيك او اعمل يوغا او اعمل تامل مدري من وين. نحن اغنياء ونغني كثيرين، نعم نحن بالكنيسه عندنا وسائل للتامل، عندنا صلواتنا، عندنا صلاه يسوع، عندنا المسبحه، عندنا الرياضات الاقنطيه. نحن بحاجه نستورد وسائل تامل من الشرق الاقصى او حتى اكل او اي شرب. نحن عندنا كل شيء بتقاليدنا وبمجتمعاتنا بكفونا وبيكفونا. نعم هلا اذا بتحبي بحلقتين
بكفي نحكي عن إذا اشياء كثير مهمه نعم مثل الايديولوجي، رسم المبادله وطرق تانية، وننهي بمعايير التمييز اذا بتحبي المره اي الجايه. اكيد نحن اكيد بنحب تكوني معنا دكتورة جيزال بحلقة جديدة معنا لحتى نكمل الاشياء الباقية عنا من الطب البديل. يعني في اسماء غريبة عجيبة عم نتعرف عليها. نحن بنشكرك انك عم بتضويلنا عليها وعم بتعرفينا عليها يعني، وهيدي عم تعطينا اياهم حضرتك بساعة من الوقت تقريبا، وحضرتك عامله بحث عليهم سنين عديده، يعني ملخص تعبك كله عم تعطينا اياه بهالساعه. نحن فعلا بنشكرك على وقتك وعلى محبتك لنا انك تكوني قايمه بكير معنا لحتى تكوني عم تعطينا هالحلقه اليوم مباشره على عبر اسير صوت المحبه سيدني. بنشكر حضورك المتالق يعني دائما ست جيزال، وربنا يكون معك دائما ويخليك تكوني هالضو اللي بتعطي هالبشاره للعالم. يعني نحن عم نبشر بكلام يسوع المسيح من خلال هالبدع لحتى العالم تعرف حالها ومن رايحه ووين جايه، طبعا كله لمجد الله ولخلاص النفوس. بشكرك مدام جيزال، وان شاء الله يا رب اكيد بنلتقى الاسبوع المقبل بحلقه جديده معك. لهون اصدقائي المستمعين بتخلص حلقتنا اليوم من البدع الى الابداع، وبنوعدكم اكيد بحلقه جديده جايه ان الله راد، حلقة ثالثة إذا بدكم مع دكتورة جيزال طرباي إن الله راد الأسبوع المقبل. نتمنى تنطرونا، وإذا عندكم أي سؤال بليز حطوا لنا إياهم على الفيسبوك، نحن عم نتابعكم وعم نتابع اللايكات تبعكم وكل الكومنتس، نشكركم عليها. ما عم نقدر نطلع هلا على الفيسبوك مباشرة لأنه لأسباب إنه عم نحكي ونطلع فيكم ونطلع بالشاشة، ما فينا نكون عم نعمل دغري الكومنتس معكم. سو بنشكركم على متابعتكم لنا، وكونوا معنا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سلسلة مواضيع من البدع إلى الإبداع، وإلى اللقاء. سلام المسيح معكم. لأنه البدع مثل الذئاب تخطف الخراف من الحظيرة وبتبعدهم عن طريق الرب، ولأنه البدع مثل الأوبئة تضرب إيمان المجتمع المسيحي وبتشرزمه، جوابنا بالصوت العالي هو بالإبداع، لأنه الإبداع هو الطريق للخلاص بكل أبعاده. كيف وليش؟ تابعونا عبر أثير صوت المحبة ببرنامج من البدع إلى الإبداع، إعداد وتقديم ماري كلود أبي نادر. من البدع للإبداع، الأربعاء 10:30 صباحاً وإعادة 10 ليلاً عبر أثير صوت المحبة.